قصه الحلول صور ابو العربيه للجوم الشارع اللي ورا كلهم مكسرين متفرع من شارع العباسية. شارع محمد توفيق متفرع من شارع العباسية امام جامع النور. طبعا العربيات بتاعت الاهالي مش كده. الاهالي الثانية ديت تبع المعرض. هم بتوع التحرير اللي كسروها. ولعوا موتوسيكلات هنا وعربيات هنا محروقة كمان مكسرة. حضرتك من اهل المنطقة هنا؟ محامي. اسم حضرتك؟ استاذ عارف. استاذ عارف. استاذ عارف. ماشي. شكرا استاذ عارف. العباسية العفو. ما عارف بس بتاع منزل جميل. طيب انا